أهلا بكم في قناة تويتا. شاركت الفنانة حورية فرغلي في مناسبة خاصة بإحدى ليالي رمضان في أول ظهور لها احتفالا بعودتها إلى مصر بعد نجاح عملية زراعة الأنف التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية. وروت حورية فرغلي تفاصيل ما تعرضت له منذ سقوطها من على ظهر الفرس وإصابتها بديسك في ظهرها وتحطم أنفها بشكل كامل، ما استتبع ذلك من عمليات جراحية مختلفة في العديد من دول العالم، إلى أن قررت قبل سنتين السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء 4 عمليات لإيصال الدم إلى جلد الأنف وزرع غضاريف من الصدر وبعض الخلايا الجذعية وجلسات أكسجين. وأكدت حورية أنها حاليا في مرحلة النقاهة وقد خف الورم والانتفاخ في وجهها نتيجة العملية. وقالت حورية: ما حدث لي هو معجزة من عند الله، فأحياني بعد مماتي، وبعد عودتي قررت تجديد كل شيء في حياتي، بداية من قصة شعر جديدة، واشتريت كلبا جديدا بديلا عن كلب الذي توفى حزنا علي، واهتممت بمظهري وحواجبي، ورسمت لأول مرة وشما على ساقي باسم حورية، فأنا قررت أن أحب نفسي بطريقتي، وخلال أغسطس المقبل سأسافر مرة أخرى لأمريكا لإجراء كشف طبي أخير على عظام الأنف الجديدة واستكمال العملية الأخيرة لتوسيع فتحات الأنف إذا أمر الفريق الطبي بذلك. ووجهت حورية الشكر إلى أعضاء مجلس الوزراء المصري على متابعتهم لحالتها منذ مناشدتها لهم عبر الإعلام وحصولها على تأشيرة سفر إلى أمريكا رغم الحظر بسبب جائحة كورونا. كما شكرت الفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة مادلين تبر على دعمهما لها في محنتها وكل إعلامي وصحافي تواصل معها. وأكدت حورية أنها مسحت العديد من الشخصيات من حياتها سواء كانوا أقارب أو أصدقاء أو كما كانت تعتقد أنهم أصدقاء بعد تخليهم عنها في عز محنتها وألمها، على عكس ما كانوا عليه حين كانت بكامل صحتها ونجوميتها. وعن مسلسلات رمضان 2021 قالت حورية: استمتعت كثيرا بمسلسل الاختيار 2 ولعبة نيوتن، وبداية عملي ستكون مختلفة تماما عما سبق، مشيرة إلى أن حلم حياتها هو أن تجسد شخصية الملكة المصرية حتشبسوت أو الأميرة العربية ذات الهمة في عمل تلفزيوني أو سينمائي. أتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.